يا أهلا وسهلا، وحياكم الله في فيديو جديد من قناتي أنا أم وسام. شو أخباركم يا بنات؟ أول حاجة أقول السلام عليكم رحمة الله وبركاته، حياكم الله. بشروني عنكم، كيفكم على الأجواء الحلوة؟ بشروني عنكم، كيف الأمطار معاكم؟ بالنسبة للرياض ما شاء الله جانا رشة، يعني جتنا رشة خفيفة زي ما أنتم شايفين شلون الأجواء غيوم. بس ما جتنا يعني أمطار مرة قوية، لكن ما شاء الله أغلب مناطق المملكة ما شاء الله. بسناب حطيت لكم بعد الأمطار اللي جت على أهلي هناك بالقصيم، أرسلوا لي مقاطع وأنا حطيتها في سناب. صورت لكم شوي مقتطفات في هذه الحديقة، يعني كنا طالعين الحديقة، وصورت لكم بعد غدانا، وصورت لكم شابورة، ويا رب أنكم تستمتعون بالفيديو. يلا يلا استني حتى شنطتك هنا عشان لو جاء مطر. ودي اصور لكم الشمس. امي حطي على جنب عندك. اجواء مره رهيبه ما شاء الله. الحمد لله كملنا قهوتنا قبل ما تمطر. لازم احنا راجعين نشتري مظلات. الناس ولا همهم ما شاء الله، ما كأننا بتمطر. كأننا منو؟ شلون الغيمة؟ هذه يا بنات حديقة في النرجس الظاهر، اسمها عجلان وأخوانه. مرة تجنن صراحة، كبيرة مرة، يعني حلو للمشي. شو اسمه، فيها ألعاب، وبعدين مفتوحة، يعني صراحة شرحة مرة. أنا صراحة مرة إدمان عليها، رحت حدائق كثير بس أكثر شيء يعجبني هي هذه الحديقة. وتراها تنتين، ترى يعني ما شاء الله هم وشو المخطط هذا، يعني العجلان وإخوانه، وفيه حديقة صغيرة فوق الأم عجلان. شفتوا شلون الابن البار مسوي لأمه حديقة؟ بس حديقة أم عجلان لا صغيرة مرة، أما هذه لا هي الكبيرة. رحت أمشي، قلت بروح استكشف كذا شوي. أذكر في الشتاء يجي فيه يعني ما شاء الله ناس، يعني تركات وكذا، حريم يبيعون، يبيعون حنين، يبيعون جريش. تخلينا نشوف إذا في أو لا. نجي عاد لليوم الثاني. اليوم سويت غدانا صينية خضار باللحم المفروم، وسويت معاها شوية رز أبيض. ما شاء الله لا إله إلا الله، من زمان صراحة أنا ما سويت صياني هذه اللي باللحم المفروم وكذا، يعني قليل صراحة أنا عندي الإقبال عليها، الصياني زي المسقعة وصياني الخضار مي مرغوبة مرة، لكن هذه مرة عجبتهم ما شاء الله. طلعت تهبل، أنا عندي لحم مفروم غسلته زي مرة، غسلته بالموية الحارة. أنا بالعادة أصلا يعني فوحة شوي، فوحة واحدة على الغاز، بس اليوم ما فوحت، غسلتها بس بمويه حاره، يعني سخنت مويه بال شو اسمها الغلايه وصبيتها عليه وغسلتها زين. بعدين قطعت بصل وحركت اللحم كذا شوي مع البصل، خليته قلبته يعني شوي زي ما انتم شايفين. وبخليه، طبعا انا ما راح اخليه يطول يطبخ لاني بحطه بعد على الخضار، فما يحتاج انه يطول، يعني انا بيطبخ بعد زياده مع الصينيه، عرفتوا؟ خلاص لما قلبته حطيت عليه البهارات حسب رغبتكم عاد، اذا تحبونه سبايسي قطعوا بعد معاه فلفل. هنا حطيت ملح، حطيت كمون، وحطيت بهارات مشكله، وحطيت فلفل اسود، ومره الفلفل الاسود اعطاه نكهه مره لذيذه. وراح احط عليها بعد معجون طماطم، وراح احركهم شوي مع بعض، وازيده بعد مويه، راح ازيده مويه. خلاص هنا خلاص زي ما قلت لكم، حطيت على معجون الطماطم، حطيت البهارات. مرة ما شاء الله يا بنات الريحة، سبحان الله يفرق اللحم إذا كان طازج. أنا مرة ما عمري اشتريت اللحم المجمد هذا اللي يجيك بعلب، ما عمرنا اشتريناه أبدا.
نجيب بالكيلو، يعني حنا ناخذ الحمى ونفرمها، عرفتوا؟ هنا لما زدت شوية موية، بعدين هذا نقعت الرز، حطيت بشاور، مرة يحبون عيالي البشاور، بعد خفيف مرة البشاور. طبعا انتم مثلا بتسوونها ممكن تسوون الصينية بالحالها لانها حلوة بعد مع الخبز. انا يعني بالنسبة لي انا اخذت لي شوي من الخضار، ما اخذت لي رز وبس، وكلتها مع شوية خبز. هنا خلاص حطيت الخضار، حطيت فوقه اللحم المفروم، بعدين صبيت عليه شوية موية، وخلاص الحين بغطيه بورق الزبدة، وأبغطيه بعد بقصدير، يعني كل ما غطيتيه يعني غلفتوه زين مرة، كل ما يعني أخذ اختصر لكم يعني بالطبخ، يعني لما تكون مرة مغلفته زين ومكتوم زين راح أطبخ لك بوقت أسرع، يعني أقل وقت. هنا بعد أنا عندي هذا ما شاء الله ورق الزبدة يا بنات، مرة صراحة يا ليتي نسيت أنا من وين جايبته، متين مرة وكبيرة الحبة، يعني زي كذا للصياني، يصلح للصياني. بعدين غلقته بقصدير مرة، حطيت طبقتين من القصدير ودخلت الفرن، خليته تقريبا ساعة أو أقل يمكن من ساعة شوي. هذا هو شكله ما شاء الله، مرة مرة ذايب، طلع يهبل ما شاء الله، لا إله إلا الله، والريحة مرة تأخذ العقل، جربوها يا بنات مرة لذيذة. حتى أقول لكم عيالي بعضهم ما يحبون الخضار ومع ذلك ما شاء الله عجبتهم. أنا طبعا كثرت البطاطس، ما حطيت إلا كوسة وبطاطس، والبطاطس طبعا خليتها أكثر عشانهم يحبون البطاطس أكثر شيء عيالي، عرفتوا؟ مرة طلعت لذيذة ومشهية، اللهم لك الحمد لك الشكر على كل ما أنعم به علينا. هذه اللي الأشياء اللي اشتريتها من إيكيا، أوريكم إياها. صراحة أهم شيء هو هذا الصياني، بس ما أحط شيء أصلاً، ما مدانا أصلاً، زي ما قلت لكم حمودي كذا عصب وخلاص طلعنا، ما طولنا والحمد لله أنه ما طولنا، يعني عشان ما تكون خسائر المادية كثيرة. أخذت هذولي صح، هم أهم شيء عندي، أنا كنت رايحة علشانهم، أبيهم للشابورة، بيجربهم للشابورة، بيسوي الشابورة مربعات، الحين عاد بجربهم معاكم، بغسلهم بس، نشفهم، والقدر بعد، هذا القدر كان عندي مثله، يعني أعطيته، حطيت مرة في غدا الناس، وأستحي تعرفون أطلبه منهم، فاشتريت واحد ثاني، تو. قدور إيكيا طبعا من أحسن القدور صراحة، ستيل حقهم مرة ممتاز، حجمه بعد ممتاز. يلا عاد بغسل هذولي وش اسمه، نشفهم وأجهز أشياء الشابور علشان أسويها معاكم. هذولي الصياني بعد ما غسلتهم نشفتهم، يلا الحين بجهز أشياء الشابورة. فتحت طبعا الفرن عشان يصير حار. يلا الحين ببدا، صرت ابحث كمية من البيض، احب اني اكسرهم على واحدة واحدة، لان احيانا يعني يصير مقالب. أذكر مرة كنت أسوي كمية وفقشت آخر بيضة لأنها خربانة، تخيلوا رميت كل البيض. حطيت البيض، الزيت، السكر، بعدين بروح اخلطهم بالخلاط. هنا نخلط الدقيق، نخلط بعد البيكنج باودر، نوع البيكنج باودر اللي جبت اخر مرة مدري ليش متكتل، شوفوا اذا صار عندكم متكتل بنات لازم تنخلونه.
إيه متعودة. شوف شلون آخر مرة سويت فيه تكتل ما ذاب وسط الكيكة. عاد أخذتها درس اليوم نخلطها مع الدقيق، دقيق أسمر. هذه الخلطة في هنا عندي شمر وينسون. إذا ما تبون مو بلازم، أنا أحيانا ما أحطهم. خلاص هذا الخليط كنا ثقيل شوي، يمكن ازيد عليه شوية حليب بس. الحين بدهن الصينية وجهزها للفرن. هنا خلاص قسمت الخليط على صينيتين، حسيت انه احسن عشان ما ابغاها تكون حجمها مرة كبير، فقسمتها على صينيتين وخلاص. الحين الفرن حار، بدخلها الفرن وتراها ما تطول ابدا يا بنات بالفرن. ما شاء الله يا بنات سبحان الله يفرق. لاحظ النوع الدقيق الأسمر، عشان الدقيق الأسمر نوعيته ممتازة، طلعت ريحة الشابورة مرة تاخذ العقل. هذه هي بعد ما طلعت من الفرن، الحين راح أقلبها بخليها شوي بس تبرد وبعدين رايح أقطعها. ما شاء الله يا بنات، وصراحة الصينية مرة عجبتني، ما شاء الله ما تلتصق ومرة يعني بسرعة نزلت من القالب، ما لصقت ولا شيء. الحين عاد بقطعها، وعاد انا صراحة لما قطعتها بهذه السكينة ما ضبطت، رحت جبت السكينة الطويلة هذه اللي تجيك كأنها سكين خضار وهي طويلة مرة، خاصة بشكلها تقطيع اشياء المخبوزات او كذا. وضبطت عاد معي، لكن هنا اول ما بديت اقطعها قامت تتفتت فما صلحت السكين هذه العادية، فانتبهوا انتم يعني اذا جيتوا تسوون. أنا أحب هذه القوالب من زمان، أبغى أشتريهم قوالب هذه حقة التوست اللي الحين سويت فيها الشابورة. خلاص هذا شكلها ما شاء الله بعد ما قطعتها، والحين عاد الفرن طبعا فتحته على الشواية ورفعت الرف لين أكثر من النص يعني، وصفيت حبات الشابورة راح أحمرها مع جهة وبعدين أقلبهم على الجهة الثانية وأحمرها شوي، ولا تبعدون عنها خليكم واقفين عندها يعني لأنها بسرعة تتحمر، وعشان تعطيكم درجة لون واحدة ما تكون شيء غامق وشيء فاتح كذا. لا تقربونه بعد من مرة من مصدر الحرارة عشان يكون درجة التشقير واحدة. وبس يا بنات ما شاء الله طلعت مرة لذيذة، وعجبتني والله القوالب مرة. هنا زي ما قلت لكم قطعتها خلاص. ممكن تضيفون عليه اذا حابين، ان شاء الله مره ثانيه راح اسويها بعد بالسمسم، راح احط عليها حبه سوداء اغير. هذا هو شكلها بعد ما طلعت من الفرن، شوفوا شلون درجه التحمير مره حلوه واعطتها نفس درجه التحمير. خلاص الحين عاد بسوي لنا شاي. اليوم غيرت الخطه يعني، بالعاده المغرب كذا على المغرب اسوي قهوه، اليوم مع الشابوره يعني كل جاي يقول وش الريحه وش هذا اللي مسوين حلقه، قلت لا والله مسويه شابوره. فخلاص سوينا لنا شاهي وحطيت الشابورة ومرة عجبتهم ما شاء الله. نغير شوي كذا عن روتين القهوة، ممكن تسووا معاها كرك يعني. أنا عشان لسه يعني لو أنها أبغاها عشاء كان سويتها مع كرك صراحة. بدينا نسوي فعاليات كذا الشتاء. اللهم لك الحمد لك الشكر، الله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية والأمن والأمان يا ربك الحمد الشكر. شوفوا شكله شلون ما شاء الله، الشابورة طلعت مرة لذيذة مشهية. قعدت عاد أنا خلاص بالغرفة، قلت خليني أريح لأني بطلع بعد أجيب أغراض للبيت والمنظفات يبي لي أروح أتقضى، فقلت خليني أرتاح شوي لين بعد العشاء. الحمد لله بعد الحين العشاء يعني الليل طويل مرة ما شاء الله، يطلعون من صلاة العشاء على الساعة كذا يمكن 7:30 بالرياض. وبس حبايبي لهنا أصل معاكم نهاية الفيديو حق اليوم، لا تنسون الاشتراك بقناتي، لا تنسون اللايك، الله يسعدكم، أشوفكم فيديو قادم ومع السلامة.